الذكاء الاصطناعي بكل مكان حتى بجائزة نوبل. فازوا العالمين جيفري هينتون وجون هوبفيلد بجائزة نوبل للفيزياء عن أعمالهم بمجال التعلم الآلي، لهيك خلينا نتعرف عليهم أكثر. الكندي هينتون بيبلغ من العمر 76 سنة، وهو عالم حاسوب وعالم نفس معرفي، ويعتبر الأب الروحي للذكاء الاصطناعي. أبحاثه بمجال الشبكات العصبية مهدت الطريق أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية مثل تشات جي بي تي. أما الأمريكي هوبفيلد بيبلغ من العمر 91 سنة، هو أستاذ فخري بجامعة برينستون ومعروف باكتشافاته الرائدة بعلوم الحاسوب والأحياء والفيزياء. ابتكر ذاكرة ارتباطية بتقدر تخزن وتسترجع الصور وأنماط أخرى من النماذج بمجال البيانات. وبحسب الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، فالفائزين رح يتقاسموا المكافأة يلي بتبلغ قيمتها حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي. ومن أشهر الحاصلين على جائزة نوبل للفيزياء ألبرت أينشتاين عام 1921 بمجال الفيزياء النظرية، وماريو بيركوري عام 1903 لأبحاثهم بمجال الإشعاع.